الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى محمد أبو عيسى محمد بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن وضاح. حديث كاسين كجغنا أمه. قال حدثنا أبو عقيل الدورقي واسمه بشير بن عقبة ثقة إمام، عن أبي نضرة العوقي واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، ونسبة إلى عوقة، وأنا قيس يجلب كترسن وعبد قيس قيس الأورنجري مقعس المنذر بن مالك باليادة. قال حولي سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وحاويدي الأنصار الخزرجي عن خاتم رسول الله رسول كلاه فراتقيسي، بمعنى على أستان نبيتك فراتقي معه وفراتقي مثل قعنت الله قشدة أصل ليدا لكن دو حلو جيدا على مد النبي النبادة النبي كقتها اللي قربها خاصة قرب كم بذح، يعني وحو جيدا خاتم النبوة نبي النبادة خاتم كيدي، وحو كسار احتراز ويوه عن خاتم اليدي خاتم اليد بمرك احترازها. فقال وحول السحابي: كان في ظهره بضعة ناشزة. كان الخاتم كان ذي ناقص ذا يدو اسم كذن وضمير اللغبان يا خاتمك، أي كان الخاتم أما كان هو في ظهري ربك النبي كغيا لي في ظهره بضعة بؤها. كان الخاتم في ظهره بضعة عده لبؤها ناشزة سوتاغا، ناشزة أي مرتفعة وحسو تاغن وهيلي بوسون وسو تاغن ونبغا دبر كغايا ايو اها خاتم النبوة وحكلا ما اهين وانيق صوت الماني قابكو اها كسو هذا اللي حديث كنا وحديث سوغان وصحيحة. قلنا وي تحسيني ان سنة كيسو ننكاس بشر موضاح يا وحيليهم وصدوق صدوق حسن الحديث انو ثقيا يبان حيوك بدن. حدثنا احمد من المقدام ابو الاشعث العجل البصري صدوق صاحب حديث ومن شيوخ البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال شيخ سوحول: أخبرنا حماد بن زيد بن درهم البصري عن عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلاه بن أمد والحال هو في ناس من أصحابه أصغوط أصحاب سكمل النبي وكل حجر ولا حجوجة، فدرت وان وريجي هكذا سداسا وريجي من خلفي حق ذنب النبي كلا وريجي نبي إن الله سوقا بلوه تلقى سهر جسد على سوق جاي حق نبرك يان ويدار تيبول، فعرف نبي وحوجر الذي متك أريد أن دون هيو. حديث الرواية سقيبة كم إذا زيادة كجرت وأكلت معه لحما وخبزا مسلم كما في الفضائل. نبي محمد بن أتقي أتيت رسول الله وهو في أناس من أصحابه وأكلت معه لحما وخبزا هلب يكبس من لعوني عن شيرو أما أم كبس يمفوح لمد عن لعوني ونبي قوان لفر يستيبه جيدا، فعرف النبي وحو قرتي الذي أريد وحان دوني فألقى نبي وحو ترو كقاضي الرداء قئي عن ذهر دبر كسيبه كقاضي، فرأيت وحان أركي موضع الخاتم أستان نبيتك ماشي كتالي وعلى كتفيه ليس قرب كتال أي بين كتفي، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع مثل الجمع جمع وأما وحوي وقعن لأروش عن تنطوم أكل وجمع الكف صعب كادي صار لو قبطول لأروشه أي جمع اللو جيدا جمع بان لجينك إن لو قدانا أفسح حولها أغار كذا وحاها فراتيغاس أي خاتم النبوها وأستانتاس حولها هريد وحاكويا خيلان وجمع خال خالكو مرنا وابتقى دهوية دا ولالك ونغضا خالكو حكو نغضا وحن نقول نغنا برطة سماليو برطة وحيدان مذاب كن مذوء روحا كرشا برطة اللو يقال ايا خال ليلة دا وحالكو جمعية خيلان، فرأيتو عاركي حولها خيلان برانكو عاركي هلبكي فرات أستان نبيتك أها وحن مودا بربان مودا كأنها أدم ودوث آليل جمع ثؤلول ثؤلول كنا وبحذنك ترطرق يرؤ مركم مدمدو وبحذن مودو
اللي بحنك واثق النبر يا صبح وقوسنا ورقسنا وي مركو حط الماما يا صحابي عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه ان أستان نبيات كان نبيك إقربها كغتا اللي أود مودو وين كذي قدر كذي حجم يدو قعن إلا أروش أما تنطوما أما إلا إكتاي عن طوبة إلا إكتاي ميدب ككور كذا كويا الله وحد مودا تحتيح يربا كويا الله ونبرير آن مودو أمدو أو برطو كلا انت أسو أجد سحابي حولها حول الخاتمي خيلان باء برو أما بر وحاتر هذا با كأنها آن مودو برهازي ثآليل جمع ثؤلول ثؤلول كل محن لو حاوي بحذين كوح اللو يقان أما النبرا يركي صوبها فرجعت وان لابتو وحن كل لابتو نبيك وجهي سي وجه هديس حتى استقبلته إلى النبي كسو هورفريستي إلى مركو دبركو أن أوريغو خاتم كان إيغهي فقلت وحاني غفر الله لك يا رسول الله رسولك إله يو الله كو دافو فقال النبي حلو ولك أدونا الله كو دافو داني إيدو عيسي أدونا من باب الإحسان والعدل وي أظن الله كودا فقال القوم قوله وحيد هذين صحابي ورمها يي صحابي عبد الله بن سرجسها أرضت حديث كقادانيسي أما مركو حديث كشيء جوبجوجا أها وحيد هي استغفر لك رسول الله رسول كلام يكود دم بدعف ضلبي إلهي دم بدعف هو ويدي فقال وحول النعم ها وإي ويدي ولكم إذن كنا وإذن ويدي إلهي أنا ونبغى إدعي إذن كنا وإذن دعي ثم تلا وحو أخري عبد الله بن سرجس هذه الآية آية ذنب أخري واستغفر لذنبك وللمؤمنين آية وحو جيدا نبي محمد وحالة فري إن ذنبك يسه يذنبك المؤمنين تب إلهي الذنب داف هو يدي مؤمنات كبا أنا وابن هو يدعي وإذن كنا وإذين دعي وذنب داف بالرب إذين وإذن محايا لي إلهي بقى أمري نبي قنا إلهي أمرك يسه وقرق محايا ساس وجد سحابك مرك أمرك يميد إنه صنبي وقرق من ومستحيل هو مره دون مستحيل النبي وقرق مي ذنب جيني يا مؤمنات كذنب النبي وويدي أنا ونسيجارة مر كان أدعي أنا أقول غفر الله لك ذنبك يا رسول الله غفر الله لك يا رسول الله أماني ونبي من باب الإحسان والعدل ولي متساس وجدة أو شاء الله حديث كان وحلاقة قاتي أصنع سحابي وإنه كقدري خاتم النبوة قدر كيس أذوق عن لا أورشة أما تنتم أما جذب أكله وكقدري حقدر السحابي كان أسوق إن برمد مدو أما جدود مدو حجينا أي كوي عليه وتحت حير أو كسكوسا أي مشو لهيد أنت أسوينا قدري باب ما جاء في شعر رسول الله حباب يا وحكي النبي محمد تيمهيسي قاب كي أهايه حدثنا علي بن حجر بن ياس السعدي شيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والنصوم الري الشيخان والترمذي والنسائي وحكورية قال وحول إمام كاس أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم بن علية عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان شعر رسول الله رسولك إله تميس وحي أهاية مركي ديرادان وبحان قاري جري إلى نصف أذنيه لقيه ساكلا بركو ومركي مركا تيمه يريه نيسان آد أبحن وأنك صوت المان أحوالك للدوان يقول النبي قولها مرنا قربه كل عجون وبداف الجرين قيبا كمدة مرنا لقون تبرتن كده يتجري مرنا دعها يسوع قاري جري كان شعر رسول الله باختلاف الأحوال بعض بعض الأحيان وحين قن جري نصف أذنيه دقيسة برتن كده يسوع قاري وادي ما هم ضحك صور دعي برتن كصور دعي بهالك الإيمان يقوى ماله ويا الله وصب غير دقيا باب حدثنا هناد ابن السري أبو سري الكوفي وشيخ مسلم والسنن وإن قصوا مرة شيخ مسلم والسنن بخارنا في كتاب خلق أفعال العباد وحكوا ورشاه قال إمامك وحول حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد وأن صدوق في نفسه إلا أنه سيء الحفظ عبد الرحمن أبي الزناد صدوق في دينه وعدل ولكن أما من حيث الحفظ وأن فركو قدنته ضعيفة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت وحانها أغتسل تي قبيسته أنا أنيقي ورسول الله صوبنهبا من إناء واحد هلو البنك وقبيسن جري مركة قهر وكان لرسول الله وكان له إيه لرسول الله رسولك الله حوها أولها شعر تيمو فوق الجمة هلبت كدير ودون الوفرة بكل كنا كهوسية حديثك قلبي بكجر مقلوب وي سواب كن وحوي وكان له شعر دون الجمة وفوق الوفرة سداسا سواب قلبي بحديثك قلي قلبي قاسنا وهولها والسمين جري عبد الرحمن بن الزناد صو صدوق في نفسي
وعدلئه من حيث الديانه الا ان وحو اهانين سيء الحفظ مركا مطونت انه كلا بدلو وقلبه كسمايه اما تاخير يا تقديم كسمايه بضنيت اد بان القضيه لو ايديا ثواب كنا وحاوي سيده روايه ابو داود باي عديسي ان لا يدهدو وكان له شعر فوق الوفره ودون الجمه فوق الوفره ودون الجمه تيمو بكل كبدان halab dheero garbaha ku dhacdana aan gaarsiisanay dhaxdhaxaad u lahaa way jumada waa timaha u badan timaha dheero ku dhac garbaha way waaniga soo maray ama wafrud waa timaha intay taagan yihiin ay bukulka yihiin wali aysan dhicinayn dheeraanin way marka timaha nibag inta badan wafrana waa ka badnaayeen jumana maysan gaari jirin sidaas aa sax ah laakiin hadda macnaha inoo qoro waxa weeye jumadayba ka badnaayeen way jumadayba ka badnaayeen wafradana waa ka yaraayeen مركع عكس أي قلبي بكل سمائي رغم أنه يلغلقان وحيليهين كان له شعر فوق الجمة أي دون الجمة دون الجمة هذا هو دون الجمة اللي واسده وتلمامي بعض الحفاظ تلمامي حافظك هو ديده وحوليه ودون الوفر حنقين جانينا هذا دون الجمة نحن هذا هو دون الوفر أي ونيس ويحن مركع ونقونها يا ماذا حسن لقى لها ياس إنه قلبي كجره يا صوابه وفرضنا واتمهم مركي جاران شحمة الأذن تم مركي أنتي صورة عن دكت جاران أما عرشودة جاران أيا وفر لي هذا جمضنا ومركي جربها قطعا وتمي كركي جن جربها سو جاران هوي جمضا مركب بدن محل شايدكم مركي إن جاكو سيا حديثك حاوي قيبت قصة أبسن تمها صوبان وإني ديران جرين ومركي قاركود جار جرين وفرضا جمضا وين صوم مري إن مر شحمة الأذن جار جرين إن أنت بدن أوب بدن وسيد هذا عايشة تلمام يسي inay timo bukuna la ka bataan garbahana aysan gaarin waa sida u badan yihiin sida u badnaayeen baa sidaa ahay xadathana axmed xadiidkum marka waa xasan xasan weeye shawaahid dhowr uu leeyahay oo qayb soo marayba buu leeyahay ama min xaytu sanad dacfi baa ku jiro wuxuu kaga imanayaa min ariiq xagga min jihati cabdiraxmaan ibn abi zinaad xadathana axmed ibn maniica albagawi abu jacfar albagawi saaxibu lmusnad alxaafid athiqa alimaam alcadl rawa lahu ljamaca لحظة إمام بوحي كوريان وأن يمكن مسند كإسكالها المساند العشرة أو الثمانية اللي يعني فقا إسكالها بكميدة يعني أضو إمام قيمة بضانو اللي جعلها هو علوس قال وحول إمام كاس أحمد منع أبو جعفر البغو حدثنا أبو قطن واسمه عمرو بن الهيثم قطن ومن شيوخ أحمد بكميدة هو أنا عمرو بن الهيثم بالو يقانا قال حدثنا شعب بن حجاج أبو بسطام الواسطي عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك لا يحوها مربوعا ندحه أيها حق عتالك دحدحات بوها بعيدا ما بين المنكبين لو هذا قرب انت كرد حيسنا واكلا فوقا قرب بلارن بو نبي لها يا الله يحبط بلارن وين نقصوا مرين وكانت وحيئة جمتها لبتيسو تمهيسو تضرب تي قرع له شحمة أذنيه لغيه سعر شوضوضه dhagihii sacajadood timi waxay soo gaari jireen dhagaha carjadood oo markay dhaxdhaxaad ka yihiin wafrada macnaha wafra la yihahda mar hadday dhegunta timi soo dhacaan dhegta soo gaaraan carjawda ay meeshan dhagadhagaha dumarku ay ka lalmiyaan halka ay soo gaadhaan wafra la yidhaahdaa hadday garbaha gaarana jumaa la yihahdaa hadday luqunta ku beegan dhegtana soo dhaafaan dhegta haday soo dhaafaan garbahana aysan gaarinna lima la yidhaahdaa od macanadaasa loo badan yahay lima iyo juma iyo wafra saasay isu daba yaallaan baa culimadu leeyihiin حديثك عن قصة مرة رقم حديثك أفراد بها حديثك أفراد بها قصة مرة حديث كان لفت الكيس لكن مركا وحكي مد من طريق الثوري سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي هنا أنا وحكي مد من طريق شعبة من طريق شعبة من الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي رقم كأفراد وحن قصة مرة من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي مركا وحايس متابعي تاس متابعة لو يقانا لأن مقارد دون تنامو صبرة بوقنية دي أولا النقبة والا جعبرزان أمليني شعباء يهدى سفيان الثوري وحايس كون متابعي حديث كان سنة كيسو حكوة قاتل عن شيخ واحد وهو أبو إسحاق السبيعي مركا سبحان هذا متابعة لي هذا هدي اسكو قبت مثلا ترمذي أو حدثنا شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق مركا قران بالي هذا مقرونين wuu qiraani wuu xidhiidhiyey marka waa laba nool isku qabto oo rucub ah sida uu shuuqu isugu qabto xadithana fulaan wa fulaan wa fulaan wa gayru waaxidin min uu yidhaahdo markaas waa qarni baa liyada waa la xidhiishay
markii hadii laba sano oo kala duwan ay ku yimaadaan isku meel la isku soo dhacaana mutaabaca leedahay marka tan oo kale mutaabaca taama loo yaqaan mutaabaca taama لأن سفيان الثوري تابع شعبة أو شعبة تابع سفيان الثوري واسمه وأنا متابعة تامة لأنه حسكوي ما دينه في شيخ واحد بيكو كل مين مركا متابعة لهذا هذه أيكو كل مين مثلا هذه مثلا أيكو براكو كل مرهاين مثلا وحديث كشعبة وكور لنا عن شيخ آخر شعبة عن شيخ آخر عن البراء وحين نقول له إذا متابعة قاصرة للثوري متابعة قاصرة للثوري لأنه شيخ وشيخي باللغيم شيخ سأرضي قال لكم أيمن سفيان الثوري شيخ سحوها أبي إسحاق السبيعي شعب مركة أبي إسحاق السبيعي بأسنا كوري لبدا أرضي مركة متابعة تامة وهي اسم متابعية هدون نقول لها مثلا شعبة أو نقول لها كذبنا شيخ لو كور لها وتابعينتي وحكا قادن جري مثلا عمرو بن عبيدة السلماني او كله وحكا قادن لها عين البراء بن عازب اي نقول لها وعنده لهين شعب وحوم متابعي ثوري متابعي متابعة قاصرة لأنه لم يلتقيه في شيخه وإنما التقاه في شيخ شيخه وبراء وركبت فانتين بيلتين متابعة قاصرة هي تامة هي أولها marka la maray nadariyad kooyd badan tahay la marka asanida laakin lagu tuso way iska dhigiranays qala wa xuri baraa ibn adu radiyallahu ta'ala anhu qaal kana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam marbu'an nabigu mid dhaxwa xaga ciitaalka baciida ma meel mankimeen labada garab inta ka dhaxaysana waa kala fogaa wa kanat jummatu halabtiisu waxay ahayd tadriba keetii garacde ku dhacda weeye hada markuu socdana ku dhacda shaxmata udunay dhagahiisa carjawdooda حدثنا محمد بشار بندر شيخ الجماعة قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثني أبي أبيه جرير بن حازم محمد بشار دواء شيخ الجماعة اللي اسمه وقديه وهب بن جرير وانثق إماما أما أبوه جرير بن حازم حيو تغير باكر عي تغير أو اختلط في آخر عمري قبل موته بسنة سنة كهر انتو سنة لمنين أي حيو حفظ يسي درم باكويمد يا خلل باكويمد لكن ويل قيمة بدن بودايو أو حفاظ أها أو حديث كي يقان يدق وي وي شريه وحيد أباها نسح ما أها ما أنك سين مسكح يسمر لما يسترو حفظي أن كنا قان ما أنتم مركب مختلط كي هاي أما متغير كأوي هاي حلقة ورن ماي سند مركب متغير أها أما مختلط أها فمات ولم يروى عنه شيء لأنه حيكبقين إن حديث كيسور قدمه اختلاط با إيمان إياه إذن أحاديثاً قول مختلف كب الله وضعين لقدر يقول نقانيسا أرضي وحكوري سيمربى كب الله بنو هل رويتم عن جرير بن حازم بعد اختلاده أو قبل اختلاده أما حال كن الله قرنهم هاي لباك صبحي وحيو دي انستانات كان الضوق داري انسان في حفظ جيسي ويحرماني رجل هور استاقى أولك سوهب باك مذها ابن جرير وان الغمة هذه وحفاظ يعلمه وكو أما أولاد جرير إني أبوه أدي دين من الرواية والتحديث والإملاء في حال اختلاطه وتغيره عيب معها من حيث الشرع إن الروح اختلاطه اسبدلوه معها عيب من حيث الدين والشرع إيوام حيوى عيب في باب الرواية إلا حديث كان النبي محمد مكة لو رنها إن عادلته الدين في عنته الصلاة بضانته عياد قيام ليلك سكون في عنتي إن كان في عما يسكلي وإن تحافظ ضابطه إما ضبط كتاب وإما ضبط صدر تقي مركز الدين تيسي لغا ما هذين وحلقها اللي حفظي يسي إذن مركز علمه يكون مهديين ولا شيئات بالله وأمين من محاسن الأولاد والأبناء بالله تري قد يضع إسامية لكن بريها عندما داتر وذات هب الحقوق اختلاط باقود عيها فتو ديسا الله إسكا إلى أيام هلا كنترول الشيخ بعين بالغده مركز آد هوش إسكا إلى الشيخ بعين بالغده مركز بلايا كان راحي سيرك بضان قبصتي مركز إلالية لأنه عامضاً ما فهم كران يقوان عام وحبت دامين أما دانك لبالي هبر وا اختلاط أما وا تغيري تابعين ووين بيكو أقول لما كي مرها يعني تراجمت كتبت عليه هبر اختلاط تغير المختلطون كتب على قري الثقات المختلطة المختلطين كتب قوني على قري بقول بكروانية عند بعدها العلم لمن كنت لدور بقارسية نمنا هذا بقول بمدح كذا بحيان بنك يتكلم عجم المختلطين رغم ما شو كان يعني بقول كرب ما تقريبا في الآية إذا هو علمه وين والتابعين يا أئمة أجلله
إذا الرواية واحد حفظني أيها وحلولي ما هذا تغيرتي أم اختلاف كوي نحو لقاور الماي اجتهادك هي فتوى أبهنا استنباط هي فكر هي تأمل هي تدقيق هي جمع بين النصوص هي دفع الاعتراض أبهنا محاومة إن تغير أم اختلاف فتوى هي الرواية كيبا دارن فتوى دارن محايل الفتوى لقاقبها استنباط إن الله تماده والأدلال الله تماده والمسألة النظر أصميس والفكرة طميس سيرته قضيه هي فتوى كدرة أما الرواية واحد حفظني ده هي سيد الفاتحة دي بحوق وحكاك لها هي واحد حفظني وإن القواقع على كبار عند الطلاب بهي وتكفر صوت الدلة دي والنصوص دي أقواش هذا أذفر زه محد مودة إذا وحوي وذات كذو إن محبل لقى شيء إنه بوضن أموي دين كإلا إلى عليا أو مسلمين تلوضن أيه أما أصيح حتى وذات كل وضن أيه ما إيه هي عن قتادة من مدعامة السدوسي اختلاط صوغ كوي من هدنا ومع ذلك تغير كاسي مركو حميين جريم حازم تغير كاسي اختلاط حميين محيين لأنه منع من الرواية وحميين لكن رواياته عن قتادة أي حتى فرل سيق الشاه وفضل محيليه رواياته جريم حازم عن قتادة محيق بنو ساسا الله الشيقة نمانا بقت لقوة مصير محيليا وثقة مطلقا أما اختلاطه فلم يؤثر في حديثي بيليه حدثني أبي جرير بن حازم عن قتادة بن دعامة السدوس من صغار التابعين قال قلت لأنس وحنكور كيف كان شعر رسول الله تميه النبي محمد سدبي أهايان صلى الله عليه وآله وسلم قال وحور السحاب وأنس أه وإن بدأ النبي أخذ من جرير لم يكن ما أهي تماء النبي محمد بالجعد تماء ذاك ميسان أهي ولا بالصبط تماء بسقول له أذك رضاتنا ميسان أهي وأنك صوم رأينا يحجون كجور تمر لام هاي أو حق النبح هاي أو رحلة كتشب هاي أو صعنا ينا هاي كان وحاة تما النبي محمد كان يبلغ شعره تميز وحي قاري جرين شحمة أذنيه دقيه سعر توضو دي قاري جرين مكي رحلة مرة هاي أي سمرك أغو بحيون وي حديث كمرك أصوه حديث صحيحة حديث صحيحة وي حدثنا محمد يحيى ابن أبي عمر المكي العدني من أصحاب صاحب المسند صاحب المسند وأن إمام الثقة جبل وحافظه وهي آد وحور شاء مسلم ترمذي وحفي آد وقوري يعني ولبا مركة قاركو ترمذي جامع يسيه الشمائل كما انبضوا في قرآن دونا ابن أبي عمر بقولي ابن أبي عمر تدكم مقشو في كتب الترمذي الشمائل كسيه جامع يسيه من وذات كان وهي محمد يحيى مركة مقعد لما يسترين هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي تلميذ سفيان بن عيينة لازم سفيان سيدي طبان صنو صفيان حكبرنا يلا فدي مركا روايات كسو عن صفيان با انا اذكرت عن غير صفيان والنادر شغو حكق قدن هي وحاوي صفيان وخي كجري بو كوبيستي سيدي طبان كاسن وخي اوغ سو دحي كاري بو لا وريغو كقات قال وحر امام كازي حدثنا صفيان ونيكس كلا كتاب الايمان كتاب الايمان بوليه اصناء مطبوع ومكاتبته بعد يلا نادو قيم بدن حدثنا صفيان بن عيينة تابو محمد الهلالي عن ابن أبي نجيح واسمه عبد الله ويلك عبد الله بلي أضيقنا يسار بلي هذا ابن هو عبد الله بن أبي نجيح أضيق أبو نجيح يسار بلو يقنا مقع عيسى عن عبد الله بن أبي نجيح أبو يسار عن مجاهد بن جبر عن أم هاني بنت أبي طالب أم هاني كن يدي يضون بيعان كتاه مقع عيضا والسكو خلافي بعض أهل العلم فاخته كشيغين بركودنا هند يدهين بركود عاتك يدهدان عاتك بنت أبي طالب فاخته بنت أبي طالب هند بنت أبي طالب وشقيقة علي بن أبي طالب لحم بأهاين علي بيلان على تيسكو يسكو أبهاين عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قال وحيت لأم هاني قدم رسول الله رسولك الله بها صوق علي مكة مكو صوق علي قدمة أي مرة واحدة مربو يمدوي قدمة مربو يمدوي جدا من القدوم سوق لدي الله كاني قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة مربو نبي مكيمت والحال له وإوهاتي أربع غدائر جمع غديرة غدائرته وغديرة وفعائل فعيلة فعائل وجمعية ضفيرية ضفائر غديرة غدار بواسميت وأنا هلبتها غديرة واتمها صور أما حق فود أصور دعاء أما جيس كأور دعاء تما أنت يبحان دور كوه حنا نقول يجري أذين وصمالنا يعرض دور كودي أكلي دور دير هذا يصور دعيو ما وأنا ذوائي بدل لوجيدة خصلة أما رعبتة تمه صور دعاء يا مرسلة أنا لحرين أما أنا لضبين أما أن لا تدعين أما أن لا سوهين وحق يا غدائت اللي هذا هذا يضوبان طول لما روجي كده من اللي سيدا يو ضفيرة اللي هي ضفائرنا والقو جمعية
هذي الله يسكت دوبا ولا يسكت عليه ولا حيرنا عقيسة لهذا عقيسة أي لهذا مركا عقيسة عقائسنا والله جمعية مركا عقيسة ما هين ضفيرنا ما هين إيه غدائروي واتمر دورو ديرادو بحوي ويسكت كذا عي بيا هاي حديث كاني علماء بدن كود وي وي تحسينيا لا سيما متأخرين ته ترمذينا هو تحسينيا في جامعه لكن سيدا صوابك حديث كان وصوغنين وحديث كان سيدا صوابك أما صوغنو حسن أصوغنين مجاهد بن جبر عن مهاني سماعي سمرهم باكجرة مجاهد بن جبر لم يسمع لا أعرف له سماع عن بوري بخاري بخاري في ترمذي باسوغوري في علله بخاري بن ويدي الشيخ يساء حول كورا مجاهد هل سمع عن مهاني حول كوريا ولا أعرف له سماعا مرك انقطاع بخاري تلمامي على شرطه أصول لو حوق بها إن شيخي أرديوسو وسمع عضيه وأرضي ولاوي والرمي أموان كم ما قلي يوحي لها المال هدوسا عضين عم بها كوريه أرضي ونسا مدلسة هين أرضي ونسا مدلسة هين عم بها كوريه ومع ذلك وإن له بصدام مرون أي كل ما إن أي سورقة يتكلمكو إمكان اللقاء بخاري مرة حربا إما ثبوت السماع حقيقة وإما ثبوت اللقاء أو اللقاء بين الشيخ والتلميذ بشرطية تلميذ كونس المدلس هين وهذا مركز عن عنين هاي شيخا وحكا عن عنين عن وحكا ورن هاينا وإن مرء كل ما إن إسكو ودن شوقي أما نيروبي ودن شوقي ما تنفع عند البخاري شرطي وشرطي أضاقوه مسلم جمهورتنا وحيلين عن عنعنة غير المدلس ومحمولة على السماع أكتوب عن عنعنة غير المدلس منك مدلس كأن أهي عن عنديس وحلقص لقص وقاضها هي سماع مجاهد مدلس ماءها عن وكور أمي هاني زمن أهان وإسو قارين ومجاهد وحور شيء لباطني صدح ذي هجرة أيور شيء أمي هاني وحيد مطي في خلافة معاوية وراك العلب كسيد دنبيس إذن قرابة لباطن سنوبي وضن الله يحكده أما كبضان إذن نولا واسكسوا قاله وين كل مكاري مجاهد من جبر المكينة مدلس ماءها مرة مدلس أهين وعن عنة غير المدلس محمولة على السمع هاي لأن اللقاء ممكن مجاهد المدلس ماءها إذن وحنكو حنبارا إن مجاهد وأمها وحكم مغلي هذا هو رأي الجمهور وأنا رأي مسلم ومن وافقه أما بخاري مي إلهي إما إن ترى حدثتني أم هانئ أما هي أنه بصنع مجاهد يا أم هاني مر إنا يقول منه وضفرسته أنت وإن له بصده إذن هذا الدين لوايو حكوله بخاري لا أعرف له سماعا وركي سؤالك سكون سارين هدي لو رن الله أمرك الرأي كان جمهورته حق بدن بخاري شد قصة أذاك أنت عندك دي سوى حديث كان ما صحيحش إلا كلا جرتوه مجاهد مجبر وكثير الإرسال عن الصحابة يرسل كثير عن الصحابة مركا أسوى بخاري أجري لا أعرف له سماع إمام وينه ومع ذلك يرسل مجاهد عن الصحابة كثيرا لبضى هولوت به وي سوكر لين وحاكلوا سوكر لي حديثك شاهد ملها نبي محمد بها لبضي رسول عضي وتمسوا بحسن رسول عضي وغدائر دور ابن نبي قول هانا حديثك لكم مأمن تفردك معناها هي سندك انقطع الغشي أما بخاري التلمامي يم جاهد يرسل كثيرا إنها مكل سجيه حيث كنت سنين بأو بضانطه نمان كمارك حديثك كلاس ربحية تماها انتهي الضبطان سيدا يا ديري أما قيب اللبحة حديثك يقول لكي وليب الرواية كله تمد وكان له أربع ضفائر وتمان لتعي كله انتي لتعي سجي حارق يقو أدمودو مرات أما حارق أدمودو دير لسيدا يا نمان بحلق كلاس ربحية تما هو الله سيدي سنكرا ولا ديري سنكرا دين النبي قال ديري سنجري طال لغما هلي لكن waxaan isku haynaa tima goon loo dubo dheer xaq u baxa sida haweenku oo kala arag oo ma ogelin aw shaayada hawl dumareed weeye xadiidkana ma sugno baan leena dadka waxaan taqlidinayna muxuu ahaay imaam Tirmidhi oo taxsiinayna war meesha ku jira almihim cagaad ku taagan tahay ma xukun xadiidkana far baa la gelin kara gabagabadu waa sidaas wadalkaas uu muhaqqaqa wuxuu leeyahay waa dha'if linqita'ihi ضعيف لانقطاعه
هبل بعض عيفيه وحكا قفي عين الأقات علة السنة كذو علة السنة لأنه حلقية بالشيخ قال لي ذا الشيخ هبل بعض عيفيه اللي هو صطوره أقول له هذا ولد كحكة رجسنا منه حديثك ضعيف يا ضعيف شغل باني أدي شغل باني بق كرنو نفلو قرن كرا مرك الله ما بحب علة اللي هو ده قال الشيخ حديثك فلان من فلان بكجرة وضعيفة إذا رجع تضعيفين وإنما هو وين هذا مجرحين رواضة أم بلغوه كنتمو رجع يقول الله نقول أصحاب الجرح والتعديله من مرن كيني كلا ما أعرفه واحد لسكوت استوى ده هذا بيه واحد صحيح يوي أما بخاري يا مسلم يا أحمد يا محمد أبو داود يا أبو زكريا بن معين رجع ماذا يحمي سعيد القطان يا شعبي رجع سوى مجرحين تام معدلين توا دحادو مطر لم بأوحو كنت انت فاني قام مكلا مرة ايو حديثك مركا هبل با كجر علادان ابارتاك اغفي عن مركا كدي بدل قول علاداني لقا قامه الرينين هبل با الى قبرد وعلادان انو كود لقا هبل با قد عيفيه با مركا دم ودادك صوتو لكن ودادك صوتورتو انسان كبال لقا قرفتال لقا يابا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تمكو سوق لي قدمة سوق قريد والحال له أربع غدائر أسوى أفر تمور نادير ليه أما أفر فودود ليه معناها سحديثكو حنبار سنية هاي حدثنا سويد بن نصر المروزي قال حدثنا وأنا شيخ النسائي والترمذي نكان سويد بن نصر المروزي وشيخ من شيوخ الترمذي والنسائي قال حدثنا عبد الله المبارك إمام المسلمين وشيخ الإسلام عن معمر ابن راشد أبو عروة اليماني عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن شعر رسول الله رسول الله تميهيس كان وحوءها شعر كوية إلى أنصاف أذنيه إلى أنصاف أذنيه لقيه لبيس لقد برتمه هذا لبيس لقد برتمه هذا داي وحن صمره النصف بان صمره هذا ولا جمعيه وإضافة الجمع إلى المثنى ويتمادى إضافة المثنى الجمعي المثنى أذنيه ولا تثنيه نصف أنصاف ولا جمعيه مركوا من باب إضافة الجمع إلى المثنى فقد سقط قلوبكما أكرم بلمته فقد سقط قلوبكما مركا جمع هنا وحلو جدها هي ما زاد على الواحد ويحي هل كب ضنب حتى مثنيه جمع سكن قنا على رأي المالكية وبعض أهل العربية إلى أنصاف أذنيه دقيه سأبرتنكو ذي قاعد جرين ومركا يتمه مركا أيريه حدكس أصون وسوي حديث وراء يقول معني هاي حدثنا سويد بن نصر أبو المروزي حدثنا عبد القال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن شاب الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وننه ذلي عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عطبية عبد الله بن سعود ولا لا مركوانين وأدير عبد الله بن سعود يهي وين كان أما أدير أدير بؤون غنى يلا بأدير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي وحوءها يسدل أما يسدل بضم الدال وكسرها وأسكمت لبضى بواء للشيقة يسدل ويسدل كان رسول الله رسولك لوحوءها صلى الله عليه وسلم يسدل متكرها رعية شعره تميهيس سد اللي هو أنت ما هاد شان ليسود سيديس وحي رأو دعونها رأو دعو وحي قرب نعيان نائسي دعو صور دعان قدار ماذا حاضر هو إنه قنبس نغضه قنبس حقه هوري حقه دنبية قيسابة ما إفورر سيدة قرع إفورر صوته مركا سالي هذا محوها سد اللي قه سد اللي هو متكاسوي مركا تميهيسو دعان وحي فودان هوري صور دعيسا وحي حقه جاقه دي قادر كحيقانا قدال بود وحي قيسها حيقانا لابد أن نعي مركا أي سرك أي من كان يقرأ دعاهاية وكان المشركون مشركون تنو حيئة مشركين مكة وأهل أهل الأوثان يفرقون أما يفرقون بضم الرأي وكثرها وأسكم من أيضنا يفرقون ويفرقون ويشيحين جرين يفرقون ويكلقين جرين رؤوسهم تمهوضة رؤوسهم تمهوضة ومن باب إطلاق المحل وإرادة الحال وحدي جرتين وياه وحاد لك لجين مدح من هي واتمها إلا مدح هو محلكي محلكي أيتمه كقولين وي حاليا ماشى كوي قال لي كل جسنا وشعرك وحال فرقين الله شيحين أما الله سدلنا واتمها مرك من باب إطلاق المحل وإراءة الحال وحد يجرتين وي يفرقون أما هو من باب تقدير مضاف وحنا يفرقون هي
شعر رؤوسهم، شعر رؤوسهم أما شعر بعد قدري أما هوليها ضد أن الشيطان بعد كسو قادي. وكان المشركون قالوا وحياهن عربيت مشركي العرب يفرقون كوه شيحية شيحين تواتق أنا وأنت مهلا وضع بس الأخرى طول هل كاس أنت اللي يقل يبر هل كاس لما يمك حقا يلورك يا قيمنا حقا يلورك هل كان وين موقنيسا ولي تيموين كسو قرن مجد هو شيء سمين جدرين عقلوي شيح علي هذا واتمان الله الشيحانية لا بدنا عبال لوكلة جويني لوكلة سارية يفرقون الرؤوسهم. وكان أهل الكتاب أهل الكتاب وحي أهايين يسدلون كوي رارعية وسس من جميع الجوانب جميع الجوانب وسيد يا رؤوس ماذا حوضة تمهوضة. وكان سبحانه يحب كي يجعل موافقة أهل الكتاب أهل الكتاب والنبي يجعل أنه وافقه هذه المشركين تي أهل الأوثان كأها يقول يا أهل الكتاب كان متكود إن الرعلاء ما أتكود يطائك سكا قبصدان هذا أهل الكتاب كان رامو الرومي فيما شيء قده لم يؤمر أن الأمر فيه شيء قده بشيء وحا نبقى أن الأمر إنه وحكا سميه أما حكم سنكسه الدقين من باب العادات والأفعال المباحة وحكم رأي جعل أنه كوافق أهل الكتاب وحي لكن دين أمر يا شرع كي يمد عندنا بكل راعي ما هاي أمرك إلهي مبراعة هاي. وكان يحب وحوج على صوبان موافقة أهل الكتاب أهل الكتاب كأنه كوافق النصاري يهود ويه فيما لم يؤمر فيه بشيء أي بحكم وحن حكم شرعي وسنكسر دقن أمر إباحة وأمر نهي وأمر وجوب واستحباب وندب وحن حكم كسر دقن أيه أنه كوافق وجعله. ثم إنت كذب فرق رسول الله رسولك أيها الشيحي رأسه مدح يستكلا قاضي وكلا صار والله بدنا عكد الرقي هذه كوا سوغي هايو وحانا كجرتا رقم النبي والله أنه تمها سدلياء إنه سمين جري هذا نواقد وتفريقة هي فرقة والنبي قد بينه شيحية لبضوا إنه بنائهم بالعلماء وبنائهم لبضوا بإنت مهلا شيحية هو لك الرغو هي إن جنبس كان لود تن والبطن كي دونت الرغو هو رأي يقضال يقربها باللوسي الدايو رنعيها باللوسي الدايو لبضوا إنه بنائهم أي علماء وبنائهم كدب حيكان قاشين تيبا في عن إنك النبي قد ينهي ee sunnada aan sunnay caadada kanaba kaga dayan haya ajir buu ka heliye ke baa fadhi badan waxay leeyihiin wadaadaha badan koodkii u dambeeyay oo waa maxay faraqa oo sheexada in la sheexeyo sadluga asagoo banaan hadana tafriiqa ayaa fadhi badan laana waa aakhiru amri muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayay leeyihiin amma mas'alada ku saabsan in nabigu و جعل انه وافق اهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء علو ليه وانت النبي الله امرين انه خلافه قبل النهي عن مشابهتهم و انت الله امرين النبي الله نمنكاسي وان من معاندون ودبدون دينك لو كرل يا كفغو ان لا دين باي اهي قبل النهي باي اهي اساس نمرن ملها عند جمهور اهل العلم وذا دير باجره وايغو حي قبان وجمهورته خلاف سنه وحيليه حتى بعد النهي بيئة هايدي لكن نبي حسان أسمي للتأليف من أيها سورة ويستو ومشركين تمركوا أفقه أيها أيها نواقد النبي مركوا سورة ويستو وقبلة أتكالي وتميه ساي أشي حيثن أشي حيثن محوها أي أي أسد ليا أسد ليا أيها نبي قرر بأنه كسورة ويستو لأنك دقان كاذا كقر راعيس من سورة ويستو تماع وأقد مركي موقتين معانديهن حرق بوأقوه وأداء ساعران هيا يعني إثبات بأبها أنت هاوش عيضة صوابك وحاوي قرينة فيما لم يمر فيه بشيء وهي عضينا زائنة قبل النهي عن مشابهتهم وموافقتهم لأنه وحاكو جرت النبي وحوج على أهل كتابكم ما دام أهل الدين وأهل كتابهين كون مشركين أهل وثن أيهين ووحي صمين هيا أبيال بانكسو قارنية عادات جاهلية إسكاهي نمان كان انت بدا وحي سمين هي ديني كتاب او تيرين جيرين ويهود النصارى ايغا سن وافق النبي واجع لانه ايغا دينته او دو لكن وافي ما لم يمر فيه بشيء لكن بعد نصوص النهي عن موافقه اهل الكتاب والامر بمخالفتهم النبي خالف اهل الكتاب اليهود والنصارى النبي يريد هذا حسب ما وافق غربا هذا ايغ ولهاين وي oo carabta kale kaga duwanaayeen iyo dadka kale marka nabigu inuu khilaafa la amray idan inay xadiidku yahay qabla nahyi aan mushabahatihim wa mukhalafatihim lays amrin kuhur inay ahayd ayaa xuquuq badan hada waa sawaab taaliif bay ahayd iyo
أو لها اجتهاد بعض أهل العلم إليه ما أدين صحنا ما أها. حدثنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن إبراهيم ابن نافع المكي عن ابن أبي نجيح هذا ينسون مرين عبد الله ابن أبي نجيح المكي عن مجاهد ابن جبر عن أم هاني وحديث كذا من طريق كلخيمة داي وحنا قصنا مري من طريق سفيان بن عيينة حديث كسر الله تاني سديدة طول ما هاي محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح هنا أنا وحكيمة عن عبد الرحمن المهدي عن إبراهيم ابن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر المكي عن أم هاني قال وحيتري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن أركي ذا ضفائر أربعين ذا ضفائر أربعين رأيت رسول الله رسول كلام أركي ذا ضفائر صوت صاحبة تدعيو أما هلب دير أربعين وأفرة ضفائر وجمع ضفيرة ضفيرة هي غديرة لبضوا الضفائر هي غدائر بلغو جمعية ضفيرة المركة هي غديرة فرق بقول دحيو غديرة واتمها إيه وصوت دور كائن حدنين أما أن للضوبين أما أن للسوهين سيدة أبحين أصوات عيد أما ضفيرة واتمها مركة للضوبين لفالكيوي يسال له مروجيه سيدة هو ينكو مروجيا أما أوتد عن تمها رواية مركة غدائر تهيد بحق بدن رواية سحق بدن هدي وبحديث كسرنا دوه إن علا كجر تنوينو تلماني رأيت رسول الله رسول كما قال ذا ضفائر أصغوا صح أصغوا لمحوها يضرر أما فرضوبيو أربعين أفرة ذا ضفائر إذن علاذي هدائن صور شاقنا إن باكو جرته ذا حديث تحسين سنة طريق وأما صحيح سنة وحد مريسة عن عنة غير المدلس ومحمولة على السماع مجاهد من جبرنا المدلس ماءها وقد عن عنة عن أم هانئ هل كاسد مريسة طيب هدي ضعيفينا انقطاع أوت المامي بخاري يا مجاهد من جبر إن بدأ وحير سالية يا رقن كان يا مطن يقولون لجسوا جورين عن غير مهانة عن لجسوا جورين وان حديثك شاهد اللهين إنها مركل لسجيو حديثك مركا إلا إنه وانكرا باب ما جاء في ترجل رسول الله وحكي من نبي محمد شن ليس جيس ترجلك يترجلك واسكم مد وانا تصريح الشعري تمها إلا شن ليه والله فيرو وحين به الجري وانا من باب النظافة وانا شيء وانا أكسن حديث بنا كوي مد من كان له شعر فليكرمه إنك تماله هكراميه هنظيفيه هاجاجيه حدثنا إسحاق ابن موسى ابن موسى الأنصاري أبو موسى المدني شيخ مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي أبو مسلم يصنك يا وحكورية ومركب بخاري إيو ماشي وحكم على أبو داود بخاري أبو داود مويين وشيخ الجماعة وحديكرت إلا أبو داود والبخارية بخاري يا أبو داود مويان أفرتك عليه ومسلم يا النسائي يو ابن ماجه يا ترمذي وهذا طبعا حينه من إمام صاحب حديث وصاحب فقه نووي قال وحوري إمام كاس حدثنا معا ابن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة حبريتي وحكورنا يا دا عائشة لأن أسماء بلا دلات عروة وإن الزبير زبير بن عواه زبير هذا أسماء بنت أبي بكر بو عرور دا شيء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت أم المؤمنين كنت وحانها أرجل مد في داء مشان ليس رأس رسول الله مدح نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا حائض أنا وديك كابا وإن صوم الري تيها داء وكلهم بطمينه أمو حاضبا من باب إطلاق المحل وإراية الحال بعده أمو حلق درس تقدير مضاف محذوف وكنت أرجل شعر رأس رسول الله شعر رأس رسول الله أما رأس جوح اللغة جيدا شعر كبال اللغة جيدا ومحل كبال الشيء جي بحي محل كوية اللي أوتمها يا اللغة جيدا بعد أوران كرتا كنت أرجل رأس رسول الله ماذا إحنا لنا حمد بان شنلين جرى أما فير جرى وأنا حائد أنا ومركا ديقا بحديثك مركو حلقة قاتي أزونا أوتلمامها يا إن تمهل النظامية ولا شنلية إن يبنان تاي ومن سمع العدد أي تاي نظافتنا تاي قيمة ربقنا أكسن تاينا وحكو لغا قاتي إن دمركو أخذ ميان ويوان أكسن تاي رقود أخذ ميان تمها أوفر أوشن ليا قركا أوشن ليا إن تاي كاري كران وي كميتا هاي عشرة إيوان أكا ودا حيث اللي بدأ إسقبة وحكو لغا قاتي إن بدن الحائد وطاهري هاي قبرنا حائد هاي شركيدو إنه طاهر يوسى النجاسة هاين إيضو حائداء بي بدن كي يشرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها
حدثنا يوسف ابن عيسى ابن دينار الزهري و بخاري ومسلم شيوخ ذو كمدي ومشيوخ البخاري ومسلم من كان هذا القيام بضم ويهي. قال حدثنا وكيع ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي قال حدثنا الربيع ابن الصبيح السعدي البصري أول من ألف الكتب في البصرة اليد بصرنك أهري كتب حديث ألفي بؤها كتب حديث أما فقه أما مسائل أنك أهري قريبا الله تري إمام الربيع بن الصبيح السعدي البصري وكان مجاهدا عابدا صاحب غزو وفضل أدب الله أمامي. أما من حيث الحفظ وأن صدوق حسن الحديث السير راجح رقوا وين حفظك كف عن ماهي لكن صاحب زهد وعبادة وغزو وجهاد وكعان بحر ولكعان بحيب أها أول من ألف الكتب في البصرة نواءها مركا نكا وركيسو انتاسوي عن يزيد ابن أبان هو الرقاشي أبو عمرو البصري زاهد ضعيف وأن ضعيف إلا هذا حديث كنواء الصقة يزيد ابن أبان الرقاشي أي ضعيف زاهد بؤها عابد لكن زهد عبادة بس ما تنفع في باب الحديث هو شاس إلا صبرت إلى طاه إلى واجد دم أورنجر ركبضان حفاظة ما أكثر الكذب في الصالحين ما رأيت الكذب أكثر في الصالحين لمن كصالحين تعبادة لمن كبين بضان أما بينتو إيكا كبضان تيمان أرك يعني بينتو إيكا الله يوامح والخطأ في الحديث لنكو أن نسكي عبادة بضان وورد بضان وقرآن أخص بضان ومساعد قليد بضان لكن باب كان رواية مراجعي مذاكرية دب إستاقي كتاب بارد يحفظ أضاق إيبو بهايا أسوكو إسكا خير بضان بامر يا شيخ حديث نو يري إنه أسوكو قانوا أسي دين هيا ويحب اللقف هيا فنك فنك يسمع مركب ما رأيت الكذب أكثر في الصالحين سأسأل وجه ذلك مركب صالح في دينه لكن صالح معها في حفظ ورواياته سأسأل وجه ذلك عن يزيد بن أبان الرقاشي هو الرقاشي عفوا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله رسولك لا يحوها يكثر كيبضية دهن رأسه مدحي سأنو صبكو راشدو سليديو تمام يعني ملاحظ الله مرنا تمام الوجه ده كان يكثر دهن رأسه مدحي سأي دهن شعر رأسه انت أنا تصور شاقني وأما إرادة الحال لدي هذا كو جداي كوتا الأمام مضاف قدره يو تصريح لحيته تصريح أوامح وترجيلك أن هذا تلمامه إني تصريح لحيته وكان يكثر تصريح لحيته قركي سأمين فعله عشان لا يتميه قركي بضناء ينبق بدن جري ويكثر حكله بدن جري القناع قناع ومرض يرتع إما ضح مكلا علامته اللي وحري عماد ولا وادي كوفيد عبد قبطاء أما عماد عبد واتا ما تبغى طوع علامتي هذا بعض الوحري دوارته ويقول ما كرين يروتين يا مدح الوحري جري سان مركا سليد إيو علانك أسوه قد بنا كوفيد إيو عماد أسنك أغاها الليمين قناع متكاسوي قود ير أما كرين ير أما مرير ومدح لقود وضوه الوحري هوي عصابة ويكثر القناع هوجت بدين جريبة هوج ما هوجت مرضا وين لقاتلي القناع وعصابة مدح الوحري كرين ير مدح الوحري هوي ومركا سليد مدح أضمري زي أما علانك أضمري زي مركا أكاكا دوريسو ويكثر حب دنجر القناع مرير انه مدح قد ضبطه وقايه لرمحها للثوب عن الخضاب اما عن الدهن طيب حتى كان ثوبه الى ان مريض سم وده ثوب كاس وقناعي ما مريض كلي نبي قبي حتى كان ثوبه اي كان قناعه الى ان مريض يريد ان نبي مدح قد من ان وده ثوب زيات سليد ايبي مريض سليد ايبي زيات كونك سليد ايبي بايع زيت اما وصانع زيت نك سنت الشيدة أصقوا صامية سليدة أما إيبي سوق الله فرد يا زيات كلي هذا أما صانعه أما وبائعي إذا مرض إذا توه حك عضاني سنبه ملح كبدن جري هذه قرب مرين وعشان جري وسليدة سنجري مرض يريد ملح كحرين جري وحين قط مرق جذوذا ود مدنين سليد لا مرضي مريها كنا بقول حد درك يساء مريا نظيفة آه يوم حلقها الله يماها خميس كيسي عمادي سماه حلقها الله حلقها الله يا مرض ملح كحرين جري سليد غير هذا مريس هذا مصر أما من دير ما حق حرته سيده كم مقن ميس لكن ما تصير عم حق راش تود كبر حسه وهذا أنا كريم كحرده وهذا أنا بريء أكل آثم ميسه وهذا أنا أسبوع كده بآثم ميسه مرد وجدونيسة مرد يريد وجدونيسة كأن ثوبه أي ثوب القناع ما ثوب اللباس مرد يحلى شذا ما هذيك النبي محمد با نظافة الدراء ماشي كصبي أو شو الخطر بينه قنيس طيب ما بقينا نقص وجهتي تنقيس بقى صبيعي عصر كان هذا مركا ونقال لما لو وحكم هالسوي وليه مالكيات ضيق وهلا والنبي قال
وحير كأك بحد مالكي ما لقابا قالي نمانك أوغو أدق ويسوبانا إلا دفاعه مالكي لقو مقارد هذا الير أدق ونقب وقجد هذا كأرصدان إن أدنبي وحنك غشيق يسو اللي هذا كتقانا قادوا وحكومة هيا وحكافر فوري كان الله معرف فكبدون العلوم يساكو الله يين قضاة بيساكو الدلي أئمة مفاتيب يساكو الدلي إلا أذهب كقعلا على كتاب زغل العلم أولي قضاة مالكية إلهي كعب صدنبو باشان ما يدتك مفوده كقلن يدتك الله يهيان هجو جي مركب مالك يسك إلالي طيب حي الإمام مالك بهوشاكو أتكا إن يردو كأرصد زنديق بكولي وحي يردو كأرصد وإنك سوام الرأي من با يري سجود وركوع واجب معها مكاسو هو زنديق اقتلوه مكاسو حوري محانو قد جيدا لفظي كجب كتابك إلهي لفظ الواجب أو الوجود لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله امدي ذني سجود وركوع رغم اركان صلاته ما لوحول الملعون باطل لعنك الله محاجره ماشا وحكي من بوله هذا ترى عامد وكتر سجود واجب معها انا فضيستان هي سجود الركوع اركان الصلاه الله فضيس واجد بدين دبا لا بخي مركه مالك هو شاس دو ما اوغلي امامك كو ادكا امامك دو سدا نوقن اردن وا الكبي مالك وعلي اردي ومعلقيس ميلو بوغا كالا نينك غبي سدا سو أرضي ومعلق زماء وحبك شبيه قاب هذلك أما قاب فقياتك استنباطك حبك كاقهاري معلق وحكو باري سند اللي جوكت أما بلاد اللي جوكت رقن كيسي وحبك كاقهاري كرة الكتابة حرفك سوق اللعجة دوق اللعجة حبك كاقهاري مرعي كرتو لأنه طباع بيشر كوا أخان بن آدم كروحي إنجر لدر ساوح وكاقهاري هذا الأسبوع قليل موريان الله سيحاته هذا الكودي كفتن كودي أفلق هذا حبك كاقهاري marka waa laga fogaado waxa looga carri sidaas way bin aadam ba tahay dhagax matiin meel fadhiye bin aadam oo ku saameynayo oo ku raadeynaya marka san oga soo bixin marka culimadu hawsha iyada oo maalikiina aysan leexada ku saarin kaana thawbahu thawb alqinaab wa masar kiira inaba madaxa ku xidhan hayo almi hadith ku waa dhaif weeyo oo ciladiisu waajid ibn harun yazid ibn aban arraqash azahid dhaif ba hadith ku cilaw ah هذه لكن لو لغلقوا لتحسينيو وحاويان وطبقة يزيد وحلقوا فيريو والرقائي أفوذي رقبا إلا وصدوق يريه وحاوي حفوب كالكاسد قفص ريسا مهمد وحدك وحن كفاني على ضعف فيه إنا بيقوا ماذا حسوب كان جرو سليدي سنجري قرك فيري جرو شنلين جري مركا قاركوض ماذا سليدي سأسكيقر يجري سفليتي أم مصري أم مرير اسكيقر يجري سندكم وضعيف حدنا هناد ابن سري إذن هذا سقناتي من كان له شعر فليكرمه تمهاسي شعر كم مضح شعر اللحية بوالو ذا جيدا هدي لي هذا حديثك وحقود عيا شعر رأسنا شعر اللحية ومقيس الله قياس قدم والله الحاق واسكبا ميل لوك لجين ما هيو اسكم ميل بين مراهيا حديث مركز سقنا أياك عرفلا حدنا هناد ابن سري أبو سري الكوفي قال أحدنا أبو الأحوس سلام بن سليم الحنفي طبق هذا طول عوا نينك أسوي مر بعض شيخ وشيخ قلنا غضه نينك أنت بدنا هلك أدعى وحويا وسلام ابن سليم الحنفي نينك أسوي الكوفي أما نينك أسوي دعاء ماشى أشعث ويا له أما ماشى أبيه ويا أما مسروق وكل كل هذا وأنا عوف ليدا وانقردنا من مالك كون قاردنا إن شاء الله حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي الكوفي عن الأشعث ابن أبي الشعثاء وسليم الأسود أبو الشعثاء سليم الأسود بلي هذا وضيق أبو الشعثاء سليم الأسود بلوية قالناه عن الأشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه أبيه ومركة أبو الشعثاء سليم ابن الأسود الكوفي المحاربي عن مسروق ابن الأجدع عبد الرحمن بواجد ملوب بحيي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رجع عائشة سوكر سي علم جنا برتي أيوها أبيه ببوج سلوك يعني أبيه أجدع وعبد الرحمن بواجد عمر أبحيي ذلك الصبايا لا سوق فاشم إن كان إمام كي حديث كدل وريجا هي أمة لا يكون أنفع تارعها أن الله أقونه ويري هاي في عهدي وحوي أبيه ضد صبي بقى مسلمين تبركوا الدولة ذلك الله سوقت أيو كدري بعضها العلم وحيث ما ماء صبي ما يدك الله صوص كان هندي ما لها لقى كان رورم يجوا بيع الله كان أبيه بعضه بيع ولك عربي الله كان مركب ولا إيش ذي كدبنا وطرمي وعورته على مسروق باكمله
مسروق مركة ومن الموالي لا من العرب. مسروق من الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله إن مخفى من الثقيلة تديه جرتين وي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب كي جعل التيمنا من جيسي أي جعل في طهوري ويسقادت كيسية طهارة قادت إذا تطهر إذا انشغل بالطهارة نبقى تطهارة قادن هاي إن مدق وحكب الله وجعل إن كان رسول الله رسولك لا يحبها لا يحب كي جعل صلى الله عليه وسلم التيمنا من جيسي ما استطاع رواية البخاري أنت سيقدر تقول كتغي ترمذي لا يحب التيمنا ما استطاع أنت أولوا أظن مانع الدين إن لم يمنعه مانع نبقى تيمك وجعل في طهوره هي طهوره هو النصوم مرة أنت وإن يبنان تهاي طهور كان هذا ينوفي عنه فعل كي بنقنا هي هوش اللي قبنا هي حدث كي مرك في طهوره ويسقاد كيسة قبيس كيسة إذا نذيفين تيسة أو رنبا إذا تطهر إذا دخل في الطهارة وتطهري وفي ترجل شن ليس كيسية فرشديس إذا ترجل مركو فرنا أما شن ليس نيو لن كم يدقون كب الله ماذا حدن كيسمي لك وفي انتعاله مركو كبحرنا إذا انتعل مركو كبكشن كبقشي جيسنا نبقى قد أنكم يدقون كب الله لك تمديك أيو جعلاوي رؤية صحيحان وفي شأنه كله رؤية صحيحان كوحل سعوته وفي شأنه كله هوش سرنا بنا قد أنكم يدق تياصر كم مجعلين تيام كو جعلاوي التيام وتياصر تياصر نبقى مجعلين مدق تفاؤل في عم باكجرة يا خير باكجرة حديثك عائشة في السنن بابا هوش فيسليو حديثك النقيد يشرح وأه وأها كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره أما لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى هو يضع يحديدك عائشة في سنة كوين بابا فيصلاء وحي ضهارة أما الراشين نبي قعن تنميذك بو استعمال جري وحي مسقول يسوي كسابسا أما قشن يوسخ كسابسا يؤسق إن لسكن نظيفية أذى أنا قعن تنبيذيح إذن قاعدة مركة كغلاب بحين فوقها هذا الحديث كأسقى ما كان من باب الكرام والتكرم والتشريف فلليد اليمنى وما كان من باب الأذى والإهانة فلليد اليسرى وحي أسقق إيه وسخ إيه إهانة إيه شرف إيه آن أهين قعنت بديح بألغو قبان أو ألغو مامولي وحي باب التشريف إيه التكريم إيه ماموسد إيه وناقي قبان ما أنا قعنت بديح بأسكالي كدب ولدو حكا نقاشين هم يقول ما قعنت مديك بالغو قبسن مس قعنت بدح ما كان رميان يسع عضيان يزم ما قعنت بدح اذكر رميان مس تمديك نما واحد ان تمديك بالله اسعال لانه واتطهر يطهر وي اسواكم مطهرة الفم مرضاة لرب هل كاسم نما دعمي وازالة وسخي وسخي اذوي وسخي اذى لسكو حينها يا مركب باب الاذوي وان قعنت بدح لو استعماله فود اللي تجلس سمعت قاعدة بقى كل جدنيس باب الطهارة والكرامة والتشريف ميدك بقى اسكال بورا نينك سيدا قبا نينكو أرك إن كرامة هنقض وناك طهارة هنقض لكن وصخ بقى اسكال قاضها هي الكال الله نظيفين هي بيح إذا كفي عن ساعدوا وهو الحرقة وهي أيضو مقشوا باب الكرامة مقشي باب التشريف وحيقشا باب الخاتم فراتي كلاسر بحيسة ساعدوا باب الفراتية وهي باب الكرم والإهانة معها وحاب حليه وقعنت لغو قرحيه وقتنا لغو دورتوه متى من زمان نبي قلنا وحاقبضنا في وحي فراته وقعنت بدحقوقاته وحاكلوا دع جرتي صحابنا السمين جرين صوبانونا السمين قعنت ميدك ويسمي ساعد أن ميدك كحرو أما بدح كحرو واس كميد أو شاء يضع وليه بدح إن لوبة ديا اللوبة دي هاي وذا ده مركب واقع نقو فقه ونقو عصباء ما صحوه عصبيت وحلوقة تساعدنا من باب التكريم والتشريف ويسان من باب الحلية والزينة مركو حان مرني كعنت ميدك تاه ركبة صار لقول لا يقول لقوقة بطيبة ويواجي وذا دي اتحاد كصوانيك دواجي تقلم الجرين قبل ارتداده واتقرنا يساني ساعد ميدك تلوح لنجري أحمار ومركة ساعد ميدك تكاقى أركان رب يكوزين هيا ووهاب اسقرن هيا إنه يكدنا أما أنك حرام بيتغيسة ولي بساعد اللي محو هاي ساكد هاي محو هاي كاس يد هاي كاس اللي ببجلي هاي سما قرن إذا تاسع الحين نجيك عاني من دوار قدو بجلي ما كاس يد أرقى نجيك تنا يكو قدو بنت هاي مرن بمرة هبا إن وهاب تام اتحاد هدي أت خرم بي جابان وضع تنا وهل تاكا أما مسح القرآن لقاه لو ير لقاه لنا وبلقو دارين اتحاد مركه ولا بدم بجلي ولا نوع عاصم
المهم قاعدة سيفقد كلب حين ما كان من باب التكرم والتشريف مدكتا إسكالي حديثك عائشة كلاس رب حين وكانت اليد اليسرى لخلائه وما كان من أذن وحي مركا من باب أصوى الإهانة من باب محوها التنظيفنا والنجاسات سعري وحي لها المالي السجادة أنا قاعدة بدعو الله استعمالها إياه. حدثنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الكوفي البصري والرقي حديثك باللهابي ريوكو فيه ري عراق وفنق مبري وآبه طوي بل أئمة الشيخ ذوي أهل الحديث نيكا كد الوريقان وإنن قال يحيى بن سعيد القطان من علصوي جراح ومريبة متعندة ومتشددة وعلصوي أحمد بن حنبل يحيى بن معين مركي كورن هيا أيوه تاجن بحق قادن جري إجلالا له سوف فري ميسن فري سنجري أيوه تاجن بمركة قد حكوري جري تعظيما وهيبة له نعلص بها وحكسوا قن إنه يري أولي الله با 40 سنة ولقي زوالك ما دعانهم زاد كجري من كان محدد كيف فقيه بلا يدا يلوك لبحي عبادنا ولا بركو 40 سنة ظهرك زوالك يسون مجلين برانو مساد كان كجري سوم سيد كجرة يقرحه ويعطاه وحزوق لها يا شنفع بوإيمان هيا حق حفظك حديثك علمك أنا أولا بركو ننكو أسكو جرحين أولوك لبحا هيا على تعنت وتشدد فيه آد لغة لغة محوها لغة على علي فنقا في عراق بوكي من سيسوبة هولها شعب إيو أسكي حمسد على يحيى القطاني رقاسو كيما أسكا أبو أو قضي يدنا يلا شيخ طبقوي فنقا أسكا أبري ومربي ومع ذلك وافقيه زاهد عابد عن هشام بن حسان القردوسي عن الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد البصري سيد التابعين هشام بن حسان إن إمام الثقة أوي وأنا من أثبت الناس في ابن السيرين محمد السيرين رجع وقول أضاق وحكور يوي اللي جعليه لكن روايته عن الحسن البصري فيها نظر فرت لا يرجليا أو ما سيتبر بضنه ولا تحسين يا حديث كيسة نمنا ويب الدرام بق عن هشام بن حسان القردوسي عن الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد حسن البصري التقانين وهو سيد التابعين عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله رسول كلام مطوح كربي عن الترجل الشان ليس يفرشد رجع لقاه الله إلا غبا مرمر موية مرمر إن شان ليس تم موية إنك رجع إنه مرايد وإن تجنده وإن سيد وسكر شو وقت عشده وإن تمه وإن كهر جيده وإن كريم صار راض وسيد وإن ضمركي وحلو بها يا إمام سيد أدرت يتبع الإمام أبو بكر بن عربي وحويدي موالاته تصنع وتركه تدنس وإغبابه سنة سو هالكاسو بكلا دقي وحولي هاي موالاته شن ليس إلا سكوض وصاك أصلا وضمان دورك شن ليس طول عصرك شن ليس طول مرايد انتقناته وتصنع تصنع استجابين يا دمر إسكي يلدوي دمر إسكي يلدوي وتركه إلا قطق المدح أنا لفيرون لشن ليس وتدنس وصغين وي هولي سوفي دوي وتركه تدنس وإغبابه مرمر إن لا شن ليس مرة اللي سكت دايو تيم خوض ما مرة كقارك تفود إسقليا مرة لك على صاره سنة تنبور أسو وهقول وناسة ما ما لازك حبوب بساس كام وقتهم ما تيم فرد فود إسقليا وهقول له باية مرة نتيل اللي سلدوا إني إفانو كلام بحنا ومر هقول له باية لكن إن أن يمحوها هاي ليلة النهار هوش على صار هذا وحبوب حبوب رجل ذي وحير يسابع له ليه شهامة ذي إيوه أو شهد أو عيسى نهى رسول صلى الله عليه عن الترجل أي عن تسريح الشعر تمه إلا شان له إيوه الله فيرو الله شان له إلا غبا إلا أحيانا مرمر مر إغبابك وفعل شيء مرة وتركه مرة فعل أحيانا وتركه أحيانا مرايد باب الله صغطه شان الله بالله إذن أو سريدا ماشو إياه له مرايد ويبقوا إياه هوش اللي بدين كرب سمالي هذا هوش يدوا هول قوليها نخاتير تهضو حيلي حديث كان معنى إعجاز علم حوجيني كان وحيلي إن شاء الله بضان حيضاه يركي مضح مريض أو عيسى حيضاه يركي ليك قارة مضح النفقية يتمها النفقية أي داو عيسى إن شاء الله بضان مضح كجيليس الثالي داي وحي داو عيسى نافذ كا يعني عروق يركي أعصاب يركي مضح مرة قنقا كوريتي مضح قلفتيس قنقا كوري واجد المرك هيرابا كود اعتماها قدولي با reemiyo go iska joogay ninin bahiir ku dhicjatay reemagaal ku wada dirman maxaa keenay soo wax la isweydiyey ma
بيهم كولا لسكوش بيه شنو لسارين ما حل هولي العقاي أنت ما بنبوب دورا ما نمر إلى هي هذا هذا حلا كجرا إلى طه حلا كجرا إلى طه غلي هذا مرك عندك هو حسن عندك هو حسن تضعيف إطلاق سنة كان صح معها حديث حتى لي هذا هشام بن حسان القردوسي روايته عن الحسن البصري واير لدتانا طريقا لبعض يسوس هذا حوجنا إياه وبمعنى شاهد كان حديث دمج شاهد كان وجيده عن حدثنا الحسن عرفة صاحب الجزء الإمام المحدث الحافظ روى له المؤلف والنسائي وشيخ الترمذي والنسائي فقط قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن يزيد بن أبي خالد أبو خالد الدالاني الأسد الكوفي صدوق يخطئ كثيرا ويدلس وإن ضعيفة لكن ممن يكتب حديثه وينفع في الشواهد والمتابعات يزيد بن أبي خالد بعض الشارحين وحيليهم ويزيد بن خالد ابن موهب الحافظ ثقة الإمام إمام بها الكامل وخطأ ننكاس يزيد بن خالد بن موهب وحدعى طبقة الشيخ ودعى ناشي حسن عرف ودعى ننكان يزيد بن أبي خالد ويزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني ننك عنك كؤها صدوقها في نفسه إلا أنه ضعيف سيء الحفظ ننكاس وهي عن أبي العلاء داود بن عبد الله الأودي بالي لا مقعي سأما كن يذهب العلاوي عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي محمد كم إذا لقيت بني حديث وحميد كقضاني من كاس عبد الله المغفل المازني ويعلوم الشيعي نمنا واحد منه هو عبد الله بن سرجس صحاب هذا نسوم مري عبد الله بن سرجس عبد الله المغفل لا بد صحابي متكتب على سكوها يا صحابة جهالين لا تضروا صحابي لقى جهل نب ملها زاد خيرا وي صحابة إن لم أقعاب هي إن الله ما قعاب وأسكم لأن جهالة صحابتي لا تضر عند أهل الحديث أهل البدع أوركضكم مجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا نبي قوشن ليسنجر وفيرنجر غبا مر أحيانا مرة وأسكد ينجر وي حديث مركة سنة تضعت في كجرة لكن حديث كرة أمخرى تكعها يه طيب وبمعنى كهر قول بؤها والنهي بؤها نهى كنوا فعل إذن وحنا نبي مدك نهي ومضى ممرين أصلا كل رقم جري ويو سدو أمري مبيير جري سدو نهينا واكتك جري وكان يترجل غبا ولا يترجل على استمرار ودائما ما يلي جري ويو مارك حديثك فعل جاءه يمدك هو رأي قول جاءها نهي جاءها واسكم مغراتك عهايا وأنا لا حديث سوى إن شاء الله تعالى باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالله توفيق.